الأخت أيضا تقول يا شيخ لي أخت تردد من أولادها إذا اشتكت، وهي تشكو دائما بأن نوائب الدهر تسلطت علي أو شدائد الدهر، هل في هذا محظور يا شيخ صالح؟ نعم، لا يجوز التشكي من الدهر أو نسبة المصائب إلى الدهر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وقال سبحانه وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فينسب الأمور إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه أن يصرفها عنه وأن يشفيه من المرض، ولا ينسب هذا إلى الدهر أو المصائب ينسبها إلى الدهر. الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.